مشاهدينا الكرام ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى يا رب فعلا هذا اليوم معي وحسي اللي كنا حنا من قبل صورنا معاه، كانت قناة صورت معاه بسبب واحد الدار اللي كاين تحت من الجامع تحت من الجامع. المهم كانت الساكنة كتشكى منه، وبخصوص هذا السيد هذا اللي تشكى منه انه على اساس كيبيع الدهون وكيبيع الصخور، وخرج عليه ونقول ونقول مقاطع وباقي دابا كيبيع في الدار. ومن بعد الفيديو ديال شوف تي في اللي وقع ان السيد هذا من بعد ما فتحوا اليوم تعدى عليه البارح بالليل فاليوم هذا السيد بغى يهضر على الحق ديالو، وبطبيعة الحال مع الشباب ديال الدم تاعو والساكنين ديال الدم تاعو بغاو يهضروا ويشهدوا على هذا الاعتداء هذا. بطبيعة الحال حنا غنعرفوا اشنو وقع بالضبط ونحب دون ديك الاسماء دون ديك التشكيل. مرحبا لك. السلام عليكم السيدي. عليكم السلام. لا انا البارح ديز مشيت درت كاسكروط انا عند ملحوط نجي اللي غنتمشى كي تم ديز الموطور حنا في هذه الزنقه هذه داز عفط لي هنا على رجليا ولا ضرب لي رجليا بلايصه كامله هاي بلا بلا ما بلا ما قالت لنا الاستاذه بلا ما تبان هاي راك مضروب. دابا حاليا راه خرجوا لي واحد ماتش كيقولوا لي اوتوغرافي على حساب اللحم مزق من الداخل، وهاد السيد هذا راه تعدى عليا بزاف. ومن نهار درت داك الفيديو ديال شوف تي في وهو يوميا ولادو كيدوروا في الزنقه عندي حاضيني، لدرجه ما بقاش كنخرج انا من الدار، وكل مره كيجيني تهديد الشكل من عندهم هما كيجيو مقودين التليفونات باغيين يصوروني كندير شي حاجه وانا ما كندير والو. وتعدوا عليا هاد الناس بزاف وهذا الشيء اللي كتبت في شي حاجه في هذا الشيء الدراري ديال الدابا هما حاضرين كل شيء بلاتي ونزيدكم واحد القضيه بانه راه ما حبسش البيع ديال لانكول والدولي ومقاطع والسحور. حاليا داك الشيء كيتباع في الدار ديالهم في الباطيمات، كيبيعوا ولادو بجوج هما اللي صيفطوا لي واحد خينا غليظ ولا راكب على موطور من نوع طرون طروه لابس دير باش وقبيه كحله وكمامه ودير كمامه داز لي على رجليا وضربني هي فين تمغطت. وهاد السيد هذا هو اللي جازني اللي جا داني الدار الله يرحم الوالدين. هذه الاولى. الثانيه هو انه هو ما عرفتش هذاك السيد شكون اللي واقف معاه، لدرجه دابا كاين اللي كيقول لك راه في العربيه، كاين اللي كيقول لك عطى 3 المليون، كاين اللي كيقول لك عطى 6 المليون، كاين اللي كيقول لك عطى 3 المليون وخدا شهر. كل مره كل واحد اش كيجي يقول. وهذاك السيد راه بغينا السي حموشي وسيدنا يشوفوا من حالنا ويشوفوا ياخذوا لنا حقنا من هذا السيد. وداك المحل اللي كيبيع فيه هو راه ماشي ديالو، ديال واحد السيد في مارشي الجميعه بار تحت الجامع. انا واحد في محمد دالي يا راس عادل. السلام عليكم، معكم سي محمد. شوفوا الصراحة قال لكم الدر هذاك السيد كنت تنتقدم من عنده أنا 12 مدريل ديال الدولي ويومي تبيع الدولي تي بزنس أنا شغل الله يرحمكم الوالدين. أنا الدر كنت جاي أنا ويا من هنايا جايين جا واحد بموطور ضربوا بموطور مدير كمامة هرب أنا مبقاش حدا صاحبي هذا حمادة هزيت وديته من دارم هانتوما راه استاذ وراشكم انا بغيت نوريكم لا دم لا والو الله يرحم لكم الوالدين. تطلب من سيدنا وسي الحموسي شوفوا من حالنا وشي بزنس تحت وتحايم من الدرب وبنادم اللي وبنادم اللي بغى يدير شي حاجه يمشي يبعد من تحت باب وشو حاجه كردوها ليا وشو ولا كنكذب عليكم بغيت ربي يعمر ويسهل عليا الدراري مسعود عليه. وهاد السيد هذا اصلا في ديك المحل وبلي شافوا انا كنتمشى من تما مره كنتمشى من تما وسط الدائره ردوا البال حول داك الشيء كامل للدار. كان كيبيع ب 400 دابا زاد 100 ريال ولات ب 500 ريال كيبيع السحور كيبيع وكيشري تليفونات مشفورين كيشري وعنده السوابق بانه شاري السلعه ديال الدرمينه ديال في العواشر كيشريها وفاصل عليها. جات هوندا مشفوره وشريها كيشريها اي حاجه مشفوره كتشرى كيشريها. كيجيو جوج طوموبيلات من ولادو كيجيو ديما بالليل كيجيبو معاهم صحابهم وسميتو كامل كيكونوا دايرين كمامات كيجيو كيبقاو مقابلين مع دار حماده
ما عرفتش علاش كيبقاو شادين التليفونات ما عرفتش اش باين يديروا هاد الناس. انا شفتهم رانا اللي كنت نقراو انا شفتهم فاش كانوا كيجيو عنده حدا الدار باقي تقدر اليوم ان شاء الله. خشي السلام عليكم خشي من هاد المنبر خشي هاد الكلام اللي كيقولوا راه كاين بصح. وهاد السيد هذا البارح انا كنت مريح حدا الباب ديالنا ويجي ويبان ليا معطوب قلت ليه مالك؟ قال لي راه واقيلا فهمتي هو واقيلا هادشي اللي كيبان لي انا السيد فاق الصباح بان ليا كلهم قوش مسكين ما تا هو حقد جبد واحد الفرواي ويضرب يدو ايا كاينه هنايا كانوا غيقتلوني هما لما قلت راسي براسي وراه الدم كان. شي السلام عليكم كنقدم تحيه لولاد كريمبوز. هذاك السيد معدي على هذا السيد هذا هو معدي على السي محمد يا نس محمد عاش المال خشيك راه متابعيك. انا شفت فيك كنتمنى على الميساج يوصل لهذا السيد ويحيدو من هنا لانه فرج على بزاف ديال الشباب. واحد منهم انس محمد شو حال شي كيرد عليا الدراري ولاد الدرب نشوف